السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني المشاهدين ومشتركي القناة الكرام، أسعد الله أوقاتكم إن شاء الله تكونوا بصحة وسلامة. أخوان، بالفترة الأخيرة أحد الأصدقاء أرسل لي يقول وديت سيارتي لأحد ورش الصيانة، صيانة السيارات، فقالوا لي عندك عطل بنظام السيكوريتي ولازم تبدل النظام. طبعا أخي العزيز اللي يقول لك لازم تبدل نظام السيكوريتي رأسا لا تأخذ بالحكي، لا تأخذ بكلامه، أو روح الإنسان مبرمج يفتهم ببرمجة نظام السيكوريتي، لأن من المستحيل تعطل كل أجزاء نظام السيكوريتي. بالبداية حتى نجاوب يكون جوابنا بصورة دقيقة وصحيحة، خلينا نفتهم أو نعرف معنى نظام الإمبلايزر. أخوان، نظام الإمبلايزر هو معناه نظام حماية وجد بالسيارات لحماية السيارة من السرقة ولعدم تشغيل السيارة بغير مفتاحها. يتكون النظام من المفتاح ومن الكويل أنتينة ومن قطعة الإمبلايزر ومن عقل السيارة أو كمبيوتر السيارة أو الـ ECU، يعني يتكون من تقريبا من 3 قطع إلى 4 قطع. فهذا اللي قال لك أنه عطل النظام. أخي العزيز، النظام ما يعطل يعني كله تقريبا بنفس الوقت، لأن الكويل أنتينة هذا عمره طويل، ونفس قطعة الإمبلايزر أيضا عمرها طويل، لكن قد يكون العطل برمجي أو يكون العطل في أحد القطع. طبعا نظام الإمبلايزر هذا الذي يعمل بالمفتاح يحتوي على هذه القطع اللي ذكرناها، بس اللي نظام الإمبلايزر اللي يعمل بالبصمة أو زر التشغيل الستارت انجن اللي يشتغل بالبصمة أو زر التشغيل راح يزيد قطعتين، قطعة الستيرنج لوك اللي هي قفل الستيرن، وكذلك السمارت بوكس اللي يشغل الإشارات اللاسلكية للريموت، وكذلك على الـ ECU اللي هو كمبيوتر السيارة راح يزيد قطعتين طبعا. فهذا اللي قال لك انه اخي العزيز روح بدل النظام السيكوريتي، هذا كلامه مو منطقي، لازم تروح لإنسان مبرمج يفتهم ومتخصص اكثر من هذا اللي قال لك، مع احترامي له. واخوان، لازم الواحد يتعلم مبدأ العمل حتى يقدر يحكم ويفحص عفوا الاجزاء اول باول، يفحص جزء جزء. طبعا الامبلايزر مثل ما قلنا يشمل مفتاح السيارة والكويل أنتينة والإمبلايزر والإسيو. الإسيو بيها الإبروم اللي هي الذاكرة التي تحتوي على البينكود اللي موجود في الترانسبودر، المرسل اللي هو مفتاح السيارة، توجد به قطعة شيبس بيها البينكود، راح يقراها الكويل أنتينة، يقراها يرسلها إلى الإمبلايزر. أثناء تشغيل السيارة الـ ECU راح يطلب البين كود من الإمبلايزر، والإمبلايزر يحصل على الكود من الكويل أنتينة، وراح يصير مقارنة للبين كود. بذلك يتعرف الـ ECU عن طريق الإبروم اللي مخزن فيه البين كود، يتعرف على الشفرة أو يعطي الأمر للسيارة بأن تعمل. طبعا بهذه الحالة راح يتدخل مثل ما تكلمنا، يتدخل الكامباس، شبكة الاتصالات بالسيارة، شبكة الاتصالات بالسيارة اللي تكلمنا عنها في فيديو سابق، راح تتدخل، وراح الأجزاء الباقية من الـ ECU يرسل فتح الشفرة لباقي الأجزاء، راح السبارك يشتغل، يعني شمعات القدح، وكذلك الفيول بامب راح تعمل، فبالتالي تشتغل السيارة. يعني بصورة عامة الإمبلايزر هو نظام شل حركة السيارة. من المستحيل أن تعمل السيارة ببين كود غير البين كود اللي مخصص لها. طبعا هذا البين الثابت بالسيارات الحديثة، وجدوا بين متغير، يعني بكل تشغيل يتغير البين كود حتى يكون من الصعب إعادة برمجته، طبعا حتى يقطع الطريق عن سرقات السيارات وكذلك المبرمجين المحترفين اللي يعني يعرفون. ومثل ما تكلمت، المفتاح مفتاح التشغيل والكويل أنتينة موجود،
بالسيارات الحديثة الصندوق الامبلايزر يخلونه مكان بعيد جدا، يعني بحيث يخلونه وراء ثلاجة المكيف ومن الصعب الوصول إليه. والأخ اللي قال لك يعني أنت يلي سألتني، الأخ اللي قال لك لازم نغير نظام السكيورتي، طبعا راح يفلش لك الداشبورد كله يفتحه وراح يخرب الدنيا ويفتح الدنيا كلها حتى يوصل قطعة الامبلايزر حتى يغير النظام كله طبعا. وغير ناهيك عن انه السعر، وراح يروح يدور ويبحث عن قطع من التفصيخ، تفصيخ السيارات او التشليح، وراح يبدل لك النظام كله والسيريال نمبر مال السيارة، وتكون انت سيارتك يعني جسمها او اسمها سيارتك، لكن بنروح لسيارة اخرى لان راح يجيب ECU سيريال نمبر غير سيريال نمبر موجود بالسيارة. فأخي العزيز، كل من قال لك يعني انه نظام السيكوريتي عاطل بصورة عامة فلا تصدق هذا الشيء، لازم تروح الانسان المتخصص يفحص الاجزاء جزء جزء طبعا، وكل جزء كل مختص عنده يعني اجهزة احترافية لفحص كل جزء. بالنسبة للكويل، موجود كويل اخر تقدر تفحص كويل خارجي، تفحص السويتش، وكذلك الامبلايزر تقدر تفحصه عن طريق السكان تول جهاز الفحص، والECU تقرأ الإيبروم كذلك. طبعا الإيبروم اللي ما شايفها، الإيبروم يعني تقريبا نفس هذه القطعة، نفس هذه القطعة ذا تشوفونها، هذا الإيبروم مخزن فيه البين كود. المبرمجين المحترفين يستخرج البين كود من الإيبروم، مبرمجة خارجية، وكذلك نقل ملفات الدام او برمجته بشكل احترافي. هذا الايبروم هيك شكله، شوفونه يمكن ايه هذا الايبروم. فاخي العزيز، اجزاء نظام السكيورتي كل جزء منفصل عن جزء، مجرد مطابقة الشفرة او الكود البين كود بين الامبلايزر والECU، وكذلك قراءته من بواسطة الكويل انتينا. الكويل انتينا هو مخزن طبعا بالترانسبودر، لذلك ما انصح اخوان بعض الاحيان اذا يسمعني واحد متخصص يعني، وارجو يعني اذا يشاهدني، المفاتيح من تسقط بالارض وتنفتح، قطعة الـ الشيبس او قطعة الترانسبودر المرسل الموجودة بالمفتاح، حتى يكون المفتاح الكتروني ويكون مقروء من خلال الكويل انتينا عن طريق الحث المغناطيسي. اخوان من يسقط بالارض المفتاح وينفتح، احذر ان يعني تروح قطعه الترانسبوندر هذه، لان راحت ما راح تشتغل سيارتك، وراح تبرمج وراح تخسر اموال اقل شيء $200 حتى تعيد برمجه سيارتك. وكل سياره تختلف عن سياره طبعا، اكو سيارات بسهوله استخراج البين كود، واكو سيارات من الصعوبه ان نستخرج البين كود. فاحذر انه من تفتح المفتاح وتروح هذه القطعة، قطعة الترانسبودر اللي تشوفونها بالصورة. هذا نظام الترانسبودر طبعا استبداله مكلف جدا، بدل ما انت تخسر $600 او $700 او $800 باستبدال النظام، اكثر طبعا، السيارات الحديثة اكيد اكثر، يعني احتمال عاطل جزء واحد من هذه الاجزاء، جزء واحد من هذه الاجزاء تستبدله، وتكون انت رضيت الله سبحانه وتعالى بعملك، ورضيت الزبون، ورضيت نفسك، وبالتالي ربحت اقل انت، بس قيمة الربح اكثر لانه حلال. مو يجي يعني زبون وقلت له خلاص عندك النظام السكيورتي كله عاطل، اكيد هو الزبون احتمال ما يعرف شنو النظام السكيورتي، ما يعرف شنو النظام شل حركة السيارة، فراح انت يعني صعب الأمور عليه، ولازم تبسطها حتى يفتهم معنى نظام السكيورتي ويشتري بأقل ثمن ويطلع راضي من عندك. طبعا هذا نظام السكيورتي بكلام هواية، مو بس هذا الكلام، وبيشرح أكثر، بس تقريبا هو مبدأ عمله واحد، يختلف صح من سيارة أخرى، لكن مبدأ العمل واحد، مفتاح كويل انتينا اللي يقرأ شفرة المفتاح الترانسبودر، والامبلايزر
والاي سي يو اللي هو عقل السياره، يعني العقل مال السياره الموجود به الايبروم، الذاكره المخزن بها البين كود. هذا مجرد يعني هذه الاشياء. طبعا اخوان اذكر لكم شغله، انه الكويل انتينا ما يحتاج برمجه، يعني من يعطى شيل كويل انتينا، خلي كويل انتينا مكانه يشتغل طبيعي. الكويل انتينا ما يحتاج اي برمجه، اللي يحتاج برمجه فقط الترانسبودر الموجود بالمفتاح والامبلايزر نفسه والبن كود اللي مخزن في ذاكره كمبيوتر السياره، هذا يحتاج برمجه. الكويل يعني عطل تقدر تخلي كويل مكانه. ها يعني لا ننسى السيارات اللي تشتغل بالبصمة أو اللي تشتغل بزر التشغيل، طبعا هو مو بصمة للعلم، يعني السيارات هذا احنا نقول بصمة بس هو مو بصمة، فقط زر تشغيل يحتوي على سلكين. طبعا هذا ما يحتاج برمجة، يعطل شيل واحد خلي واحد مكانه، ما يحتاج أي برمجة. يعني اكو أشياء ما تحتاج برمجة، ستيرينج لوك ما يحتاج برمجة، فلذلك تكون العملية أسهل وأرخص من أنه تبدل النظام كامل. أدعو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لمرضاته، وبنفس الوقت أخواني المتخصصين، أنت تعرف إحنا كل يوم نتعلم، وتعرف أنه كل ما يعني كل ما تتحدث السيارات وتنزل سيارات أحدث راح تتغير عدة أشياء، وخصوصا بعد اختراق أنظمة الإمبلايزر القديمة صار تغيير بأنظمة الإمبلايزر الجديدة، لذلك أنت لازم تواكب هذا الشيء. وأكو أخوة أكيد أفهم من عندنا بهذا الشيء، بنفس الوقت الأخوة اللي معرفته قليلة يعني يحاول ينمي موهبته حتى يفهم الأنظمة بصورة صحيحة ويكون التشخيص دقيق، وكذلك تكون عملية التصليح أيضا دقيقة وبسيطة عليه وخفيفة على جيب الزبون. والسلام عليكم الزبون أو الزبون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.